ما رأيكم في من يقول إنه كان لابن تيمية بدعة وكان لغيره من السلف بدعة؟ ما أدري شو الكلام هذا، هذا كلام مجنون الظاهر، ما هو كلام صحيح. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل، ابن تيمية ينهى اللي أفنى عمره بالنهي عن البدع وعن الشرك والمحدثات يكون عنده بدعة، أو من قبله من السلف عندهم بدعة؟ هذا الظاهر إنه مجنون، ما يدري شو يقول. نعم.